السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي هذا اليوم الثلاثاء 11 من الشهر الرابع من عام 440,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، نستأنف الدرس العلمي في المسجد الحرام في تفسير كتاب الله عز وجل وشرح حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، سائلين الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علماً وفهماً، وأن يجعل هذا المجلس من المجالس التي تتنزل عليها السكينة وتغشاها الرحمة وتحفها الملائكة، ويذكر الله جل وعلا الحاضرين في الملأ الأعلى عنده بمنه وكرمه. حديث اليوم ودرس اليوم في تفسير آيات من سورة الواقعة من الآية 63 إلى الآية 67، وهي قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون. سنتناول مناسبة هذه الآية لما قبلها، هذه الآيات لما قبلها، أوجه القراءات فيها، معاني ألفاظها وكلماتها، شرحها، ما فيها من أحكام وهدايات. أولاً، مناسبة الآيات لما قبلها. الآيات التي قبلها هي قول الله عز وجل: أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. آيات تدل على وحدانية الله عز وجل وقدرته سبحانه وتفرده بالخلق دون سواه. فالآيات السابقة في خلق الإنسان، وهذه الآيات في الزرع والنبات، وهي آيات من آيات توحيد الله وقدرته سبحانه وحكمته جل في علاه، وأنه المتوحد والمتفرد في ذلك دون سواه. وهذا يقتضي إفراده بالعبادة وإخلاص الدين له وتوحيده بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. أفرأيتم ما تحرثون، الانتقال من الاستدلال بخلق الإنسان إلى الاستدلال بالنبات والزرع، وهو التشابه البين، التشابه البين بين تكوين الإنسان وتكوين النبات، وأن الله سبحانه وتعالى وحده هو المتفرد بالخلق والإيجاد، كما أنه
هو المتفرد بالزرع وإخراج النبات، ويبقى دور الإنسان هو بذل السبب، وإلا فالأمر كله لله، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. فكل ما في هذا العالم من آيات وأكوان وسماوات وأراضٍ، وهنا فيما يتعلق بخلق الإنسان وإخراج النبات، من الذي يخرجه؟ الله سبحانه وتعالى وحده. ولو اجتمع العالم، من بأقطارها ومن في السماوات ومن في الأرض، أن يزرعوا حبة لم يستطيعوا، فالزارع هو الله. لكن على الإنسان أن يبذل السبب بالبذر والحرث وتكوين الأرض، وإلا فالذي يخرجه زرعاً ونباتاً هو الله سبحانه وتعالى وحده. إذن هذه مناسبة الآيات لما قبلها. قال الله عز وجل: والله أنبتكم من الأرض نباتا، والله أنبتكم من الأرض نباتا. انظر إلى لطيف التعبير القرآني في الربط بين الإنسان والربط بين النبات. والله أنبتكم من الأرض، نحن أصلا خلقنا من التراب، ومن أيضا الطين كما في خلق أبينا آدم عليه السلام. فإذا كأن إخراج الإنسان هو إنبات له من هذه الأرض وهي التراب والتربة بأمر الله سبحانه وتعالى. وكما خلق الإنسان وأنبته، أيضا أوجد في الأرض خاصية إنبات الزروع، ولهذا تجد الرقعة الخضراء والنباتات والأشجار وما يغرسه الزارعون والحارثون والباذرون من المزارعين ومن بني آدم، بل فوق ذلك الله ينبت الأرض بلا باذر وبلا مزارع كما هو في حال الربيع. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، إن الذي أحياها لمحيي الموتى. وفي آيات أخرى: وأنبتت من كل زوج بهيج. الإنبات هنا نسبته إلى الأرض على سبيل السبب، وإلا فالمسبب هو الله عز وجل. ولهذا يخلط كثير من الناس في الربط بين الأسباب والمسببات أو المسببات، والأمر كله لله سبحانه. فينبغي على المخلوقين وعلى عباد الله أن يقروا ويعترفوا أن ليس في أيديهم إلا السبب. مهما حرص المزارعون على أن يزرعوا دون أن يعتمدوا على الله ويسألوه الإنبات والبركة فيما زرعوه، لن يستطيعوا أن يحصدوا أو أن يجنوا ثمار ما زرعوه. أفرأيتم، الألف هنا للاستفهام، والاستفهام هنا للتقرير، وهو أيضا إنكاري على من أنكر قدرة الله عز وجل وخلقه. أفرأيتم، أخبروني، دلوني، عرفوني، بينوا لي من الذي يزرع ما تحرثونه. أفرأيتم ما، الماء هنا موصولة بمعنى أفرأيتم الذي تحرثون، ويجوز أن تكون مصدرية أفرأيتم حرثكم. كل هذا سبب،
الإنسان يزرع ويبذر ويحرث الأرض، لكن من الذي يتولى إنباته وزراعته على الحقيقة؟ هو الله وحده سبحانه وتعالى. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أفرأيتم، على قراءتين، قراءة تحقيق الهمزة وهي قراءة الجمهور، وقراءة تسهيلها وهي قراءة ورش عن نافع، أفرأيتم، والجمهور أفرأيتم. والآية أأنتم بتحقيق الهمزتين على قراءة الجمهور، والاستفهام هنا أيضا تقرير، تقريري لإقرار أن الزارع هو الله، كما أن الخالق في الآيات التي تقدمت هو الله، وسيأتينا في الآيات القادمة أيضا أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ من الذي ينزل المطر؟ الله. النار التي يشعلها الإنسان لوقوده ولطهي طعامه، أفرأيتم، وللتدفئة منها، أفرأيتم النار التي تورون؟ أنتم فقط تورون تشعلون، لكن الذي أوجدها وأنشأها هو الله تبارك وتعالى. لفتة ورسالة إلى توحيد الله سبحانه، وأن العباد عليهم أن يلجأوا إلى الله في كل أمر من أمورهم. الذي يتزوج يريد الولد، الولد من الله، ما أنت إلا سبب. الذي يزرع يريد الزرع ويحرث، الزرع من الله، أنت فقط سبب. ولهذا اعتمد على الله، توكل عليه، فوض أمورك إليه، أخلص التوحيد له، أفرده بالعبادة، قم بالواجبات والأركان التي شرعها الله لك، هنا توفق في بذل السبب الذي بذلته. يبارك الله عز وجل، يخلق من جماعك أهلك ذرية طيبة. ولهذا دائما يجب على العبد أن يعتمد على الله، لا يعتمد على الأسباب فقط، يقول والله أنا تزوجت بأولاد، الأولاد من عند الله، أنت بذلت السبب. يقول والله أنا بشري مزرعة كبيرة وبزرع وبكون مزارعا كبيرا وسيفتح الله علي من، لا، أنت هنا سبب. واتجه إلى الله عز وجل واسأله البركة والخير فيما بذلت من سبب، وأبشر بالخير. والناس في هذا طرفان ووسط، طرفان ووسط، إما أن يعتمد على الأسباب ولا يفوض أمره إلى الله، أو أحياناً بعض الناس المتوكلين يزعمون وهم متواكلون يقولون لا، نحن لسنا شيء، كل شيء من عند الله، إذن خل ليكن يأتيك الولد دون أن تتزوج، ليخرج نبات زرعك دون بذرك وحرثك، وهكذا. فينبغي على الناس والوسط أن يفوض الناس أمورهم إلى الله، ومع ذلك يبذلون الأسباب، الأسباب الشرعية. فالاعتماد على الأسباب فقط شرك، الاعتماد على السبب شرك مع الله عز وجل، لأن الله سبحانه هو المتفرد في هذا الكون وخلقه ورزقه وإحيائه وإماتته وتدبير أمره كله. وأيضاً ترك الأسباب قدح في الشريعة، ترك الأسباب قدح في الشريعة، وأهل السنة والجماعة والمسلمون المحققون للوسط والاعتدال يلتزمون الوسط والاعتدال ببذل السبب وتفويض أمورهم إلى الله. أفرأيتم ما تحرثون، ما كما قلنا موصول، الذي تحرثون الأرض في حراثتها، أخبروني
ما تحرثون من أرضكم عن طريق الأدوات اليدوية كالفأس مثلاً والمسحاة وغيرها، أو الآلات الجديدة الآن المكائن والحراثات والبذارات الموجودة المعروفة عند المزارعين، كلها رزق الله، كلها آية من آيات الله، كلها نعمة من نعم الله عز وجل. ونحن العباد ليس لنا إلا بذل السبب، ولهذا هذا أكبر دليل على وحدانية الله، وأن الإنسان لا غنى له عن الله طرفة عين، فضل ثم ضل من لم يحقق التوحيد، ومن لم يلتجئ إلى الله، ومن لم يدفعه الإيمان والدعاء إلى سؤال الله سبحانه وتعالى وحده. أأنتم تزرعونه؟ أأنتم للتقرير هنا وللإنكار على من نسب السبب والمسبب إليه. فالإنسان قدراته محدودة، مهما وصل العقل البشري فلا غنى له عن الله تبارك وتعالى، والناس فقط أسباب، ويطورون هذه الأسباب على مر الأزمنة والعصور. أأنتم تزرعون؟ الزرع هنا النبات والإنبات، وتجعلونه زرعاً فيكون فيه السنابل والحب والثمار كما في النخيل والشجر من الخضروات وغيرها، كل ذلك الذي زرعه هو الله. ولهذا الناس يقولون هذا زرع، هذا كله من باب التجوز ومن باب مجاز السبب أو بذل السبب، وإلا فالزارع على الحقيقة هو الخالق على الحقيقة، وهو الله تبارك وتعالى وحده. أنت ترمي الشبكة في البحر وترمي البذرة في الأرض، والله عز وجل هو الذي ينبت وهو الذي يزرع. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ هل الذي أنتم تزرعون ما تبذرونه من البذر، أم الزراعة علينا ونحن المنبتون له الجاعلون له زرعا؟ لا أنتم، نعم آمنا بالله، لا خالق إلا هو، ولا رازق إلا هو، ولا معبود بحق سواه. فالذي يزرع على الحقيقة هو الله سبحانه. أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ قال المبرد: يقال زرعه الله، أي أنماه، ويقال زرعه الإنسان بمعنى بذره أو بذل السبب في حرث الأرض وإسقائها، لكن الذي يزرعه وينميه وينبته هو الله تبارك وتعالى. فإذا أقررتم بهذا كيف تجحدون العبادة؟ كيف تنكرون الخالق سبحانه؟ كيف تنكرون البعث والجزاء الذي ينبت الأرض وهي ميتة؟ وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. هنا الماء يحتمل أن تكون موصولة، ليأكلوا من ثمره والذي عملته أيديه، فاليدان والأيدي لها العمل فقط على أنها سبب، ويجوز أن تكون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديه، الذي عمله هو الله، نفي أن أيديهم فقط تبذل، لكن الذي ينبت والذي يحقق الأثر والمقصود والزرع والإنبات هو الله جل جلاله وتقدست أسماءه. فكم قصر كثير من الناس في الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى،
في مجال مثلا الزراعة هنا، يرون يذهبون لكل البلاد لبحث الأجهزة والمعدات، ولكنهم يضعفون أمام دعاء الله أن ينبت زرعا والالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، فليتنبه لهذا. قال ابن عاشور العلامة المالكي، وله كتاب اسمه التحرير والتنوير، من أنفس ما كتب في التفسير من المعاصرين، ومن ميزاته عنايته بمقاصد الآيات وعنايته بالمناسبات بين الآيات بعضها البعض، فليستفد منه طلاب العلم. قال رحمه الله: ويؤخذ من الآية إيماء لتمثيل خلق الأجسام خلقا ثانيا مع الانتساب بين الأجسام البالية والأجسام المجددة منها بنبات الزرع من الحبة التي هي منتسبة إلى سنبلة زرع أخذت هي منها البذرة، فتأتي هي بسنبلة مثلها. سبحان الله، الإنسان يأتي منه بقدرة الله الإنسان، والزرع يأتي منه الزرع، أصله زرع وفرعه زرع. الحبة أخذت من السنبلة، السنبلة أصلها حبة، وهكذا. كل هذا دليل على قدرة الله تبارك وتعالى واستحقاقه للعبادة دون سواه. ثم تأتي الآية بعدها لتثبت عجز بني آدم وأنهم لا يستطيعون، إذا لم يزرعه الله فلن يستطيعوا زراعته، لو نشاء لجعلناه حطاما. قدرة الله، مشيئته النافذة سبحانه وتعالى، لو نشاء لجعلنا ما تحرثون وما تبذرون وما تسقون وتجتهدون في كل ما تريدون وتتعبون وتنصبون، لو نشاء جعلنا كل ما عملتموه حطاما، حطاما أي متحطما هشيما منكسرا ومتكسرا. والحطام الهشيم الذي لا ينتفع به ولا يحصل منه حب ولا شيء مما يطلب من الحرث. إذن القدرة لله، والزرع لله، والخلق لله، والأمر كله بيد الله. لو نشاء لجعلناه حطاما، تبذلون ما تبذلون ولا نريد إنباته أو زرعه فلن يستطيع أحد أن يزرع. لا إله إلا الله. قدرة الله عز وجل واستحقاقه للعبادة. أين الذين يتوجهون إلى غير الله في طلب نفع أو دفع ضر؟ والله لو اجتمع من بأقطارها ومن بالسماوات ومن في الأرض لن يستطيع. فالتجئ إلى الله دائما، فوض أمورك إلى الله، أقبل على الله، مرغ وجهك ساجدا لله، اسأله في كل أمر تريده وأبشر بالخير. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. لا تستعجل أو تمل أو تقول دعوت وسألت. من أراد الولد فليسأل الله، مهما ذهب لأطباء العالم فليحرص. ربي لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين، فاستجبنا له. وهكذا في كل أدعية رسل الله عز وجل، فلا يخلط بين الأسباب والمسببات. لو نشاء، لو يشاء الله عز وجل ألا تخرج زراعات الدنيا كلها مهما بذل المزارعون ما خرجت. لو نشاء لجعلنا، شوف هنا اللام، لو نشاء لا جعلنا، اللام هنا للتأكيد. شوف، لن تأتي في الآيات ما جاءت في اللي قبل، ولن تأتي في الآيات اللي بعدها،
والعلم عند الله تعالى لتأكيد ذلك الأمر، وأن كثير من الناس بالذات في مجال الزرع لا يعنون بسؤال الخالق أن يخرج زرعهم وأن ينبته لهم، بل قد يعتمدون على الأسباب فقط. ولهذا لو نشاء لجعلنا حطاماً هشيماً متكسراً لا نبات لا ينبت، كل ما عملتموه لا شيء. فإذا المشيئة النافذة لله عز وجل. فظلتم تفكهون لو نشاء لجعلناه حطام. وش موقفكم حين ذاك حينما لا يخرج الزرع وقد يكون أكثر من سنة وأكثر من، وقد يصاب الإنسان بقحط مزارعه مهما كان إرادة من الله عز وجل، وقد يكون ابتلاء، قد يكون عقوبة إلى آخره. لو نشاء لجعلناه حطاما. موقف العبد الضعيف الفقير الذي لا غنى له عن الغني الأغنى سبحانه: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فظلتم تفكهون إذا لم ننبته ونخرجه زرعا بل نجعله هشيما يكون موقفكم فظلتم، يعني صرتم ظللتم تعجبون. ليش ما خرجت الأرض هالسنة؟ وليش ما أنبتت؟ وليش ما خرج الزرع؟ والله حنا بذلنا وجبنا أحسن المعدات وفي وقت الزرع والتربة والأرض والماء، ومع هذا فظلتم تفكهون لما صار حطاما. فظلتم صرتم تفكهون تعجبون تعجبون. لماذا؟ لأنكم نسبتم الأمر إليكم، نسيتم الخالق الرازق المنبت المحيي المميت الزارع سبحانه وتعالى الذي جعل هذا الزرع حطاما. فالأمر ليس إليكم، الأمر لله سبحانه وتعالى. فلنكن دائمي الاتصال به وعبادته ودعائه وسؤاله، ولنبشر بخيري الدنيا والآخرة. فظلتم تفكهون أي صرتم تعجبون. قال الفراء: تفكهون تتعجبون. فعلا محل العجب، ولكن في الحقيقة لا عجب. مثل اللي يتزوج ما يجيب والله لا أولاد، لا يقول والله أنا بذلت كذا، ليسأل الله ويحرص ويستمر. وهكذا يتعجب المزارع حينما يبذر الحب ويحرث الأرض ويسقي ومع ذلك لا تخرج لا تنبت لا يخرج زرعا، لأن الزارع هو الله، ما أراد الله. فالتجئ إليه واسأله أن يبارك فيما بذلت من سبب وأبشر بالخير. قال الفراء: تفكهون تتعجبون فيما نزل بكم في زرعكم. وقال الجوهري في الصحاح: تفكه تعجب، ويقال تندم. وتندم هنا لها وجه. فظلتم تفكهون تتعجبون وتندمون، لأنه مهما بذلتم وقد تساهلتم في أمر الخالق والزارع والمحيي سبحانه، فالعجب لكم والندامة عليكم. والجواب أنكم التجئوا إلى الله فيبطل عجبكم ولا تتحقق ندامتكم. قال الحسن وقتادة وغيرهما: معنى الآية تعجبون من ذهابها وتندمون مما حل بكم. وهنا لاحظ أن الحسن وقتادة رحمهما الله جمع بين المعنيين، معنى التعجب، وفي نهاية التعجب يأتي التندم على ما حصل من قبل العبد. وقال عكرمة: فظلتم تفكهون أي تتلاومون وتندمون على ما سلف منكم من معصية الله.
فقد يعاقب الله عز وجل الزارع في عدم إنبات زرعه لمعصية، لتقصيره في حق الله، لعقوقه لوالديه، تقصيره في حق جيرانه أو أقاربه، لظلمه أحدا من الناس، وقد يخرجه استدراجا له فيقصر في الشكر للمنعم سبحانه وتعالى. فينبغي على العباد أن يتنبهوا، لا سيما من يقوم بهذه الحرفة وهذا العمل وهو الزراعة، وأن الزارع على الحقيقة من هو؟ الله، لا إله إلا الله. وقال أبو عمرو والكسائي: تفكهون تتلهفون على ما مات. وفي قصة أصحاب الجنة لما أصبحت كالصريم أقبل بعضهم على بعض يتساءلون يتلاومون، هنا ما ينفع التلاوم. فإذا هذه آية من آيات الله عز وجل على قدرته واستحقاقه للعبادة وحده دون سواه، ووجوب توحيده سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. القراءات: فظلتم، قرأ الجمهور فظلتم، فظلتم بفتح الظاء مع لام موحدة، وقرأ أبو حيوة وأبو بكر في رواية عنه بكسر الظاء فظلتم تفكهون، وقرأ ابن عباس رضي الله عنهما فظللتم أو فظللتم بالفتح أو بالكسر، وهما لغتان صحيحتان. هذه القراءات في قوله فظلتم، 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 فظللتم، فظللتم. القراءات في قوله تفكهون، قرأ الجمهور تفكهون بتشديد الكاف، وقرأ العكلي تفكنون، فظلتم تفكنون بالنون مكان الهاء أي تندمون. والتفكن الندم، تفكنون تندمون. وقال ابن خالويه تفكهون تعجبون، وتفكن تندم، وفي الصحاح التفكن الندم. إذن هذه هي النتيجة: فظلتم تتعجبون، تتلاومون، تندمون، كل ذلك حاصل. فظلتم تفكهون إنا لمغرمون، هذا أيضا من كلام الله عز وجل عن الإنسان، عن الناس والبشر، لا سيما حينما يبذلون جهدا في الزراعة ولا تخرج زروعهم، يقولون بعدما يتفكهون ويتعجبون ويتندمون إنا لمغرمون، إنا لمغرمون. قرأ الجمهور بهمزة واحدة على الخبر إنا لمغرمون في سياق الخبر، وقرأ أبو بكر والمفضل وزر بن حبيش بهمزتين أئنا لمغرمون، أئنا لمغرمون من باب الاستفهام. وجملة إنا لمغرمون بتقدير القول أي تقولون إنا لمغرمون، أي ملزمون غرما بما هلك من زرعنا، ملزمون غرما بما هلك من زرعنا. والمغرم الذي ذهب ماله بغير عوض، فيه مغرم وفيه غار. المغرم هذا هو المدين أو الذي جاءته جائحة وأخذت كل ماله بغير عوض، لم يحصل له عوض، فهذا مغرم. قاله الضحاك وابن كيسان. وقيل إنا لمغرمون
إنا لمعذبون، لمعذبون بعدم الإنبات وخروج زرعنا. وهنا دلالة على أن كثيراً من الناس يعتمدون على الزراعة في معيشتهم، وإذا حصل عليهم عدم زرع نباتهم أو إنباته في عام ما حصلت عليهم خسائر كثيرة. وكم من أناس تغرموا وحصل عليهم ديون كثيرة من جراء عدم خروج مزارعهم، فقد يبذلون أسباب مثلاً في المعدات ولا يخرج. ففعلاً إنا لمغرمون، إنا لمغرمون أي حصل علينا الغرم في ذهاب أموالنا بغير عوض، أو معذبون كذلك، هذا من عذاب الدنيا، أن يحرم الإنسان الرزق، أن يحرم الإنسان الرزق، فهذا من عذاب الدنيا. وقال مجاهد وعكرمة: إنا لمغرمون، إنا لمولع بنا، إنا لمولع بنا. واستشهد بعض المفسرين بقول النمر بن تولى في أن معنى مغرمون أي مولعون. قال: سلى عن تذكره تكتما، وكان رهينا بها مغرما، يعني مولع. وهذا عند العشاق والذين كذلك يقعون في الحب وغيره من الولع بالنساء أو بمحبوباتهم أو بأي شيء من أمور الدنيا. يقال: أغرم فلان بفلانة، أي أولع بها. وقال مقاتل: إنا لمغرمون، إنا لمهلكون. قال النحاس: مأخوذ من الغرام وهو الهلاك. ومنه قول الشاعر: يوم النسار ويوم الجبار، كان عليكم عذابا مقيما، يعني هلاكا والعياذ بالله. والظاهر من السياق المعنى الأول: إنا لمغرمون، أي ملزمون غرما بما هلك من زروعنا، وهذا هو من ذهب ماله بغير عوض، أو معذبون ومبتلون ومهلكون، أو مولعون بما حصل، والعلم عند الله تعالى. أي إنا لمغرمون بذهاب ما حرثناه ومصيره حطاما. ثم أضربوا عن قولهم هذا وانتقلوا فقالوا: بل نحن محرومون. اعترف. ولهذا بل للإضراب، وهو الانتقال من معنى إلى المعنى الآخر. فهنا انتقلوا من معنى بيان التعجب والهلاك والغرام والغرم إلى الحرمان، إلى أن الله ابتلاهم بالحرمان من زرعهم. محرومون أي حرمنا زرعنا ورزقنا بهلاك زرعنا، والمحروم هو الممنوع من الرزق الذي لا حظ له فيه. قال تعالى: للسائل والمحروم. هذا ما يتعلق بهذه الآيات من سورة الواقعة. ومعناها الإجمالي أن الله سبحانه وتعالى يخبر في هذه الآيات ويرشد إلى آية عظيمة من آياته، وهي الزرع والإنبات، ويبين أن المزارعين هم سبب فقط، وإلا فالزارع في الحقيقة هو الله. أفرأيتم ما تحرثون، ما تبذلونه من حرث وبذر وسقيا للأرض، هذا كله السبب، ولكن الزارع في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ فالزرع بيد الله، والحرمان من الزرع بيد الله. لو نشاء لجعلناه حطاما هشيما متكسرا لا نبات فيه، فظلتم تفكهون تعجبون وتندمون. إنا لمغرمون بما ذهب من أموالنا، بل نحن
المزارعون محرومون من رزق الله لنا بعدم إخراجه وإنباته الزرع لنا، فما أجدر العبد أن يلتجئ إلى الله وليسأله دائماً البركة والخير والتوفيق فيما يبذله من أسباب كزرع أو بذر أو حرث أو سقيا أو نحوها أو أجهزة أو معدات أو وسائل، كل ذلك لا يغني عن الالتجاء إلى الله. فالواجب الالتجاء إلى الله في كل أمر من الأمور. ما يستفاد من هذه الآيات؟ أولاً، نعمة الله عز وجل على بني الإنسان بما هيأه لهم من الأرض والحرث والبذر والسقيا. ثانياً، إثبات وحدانية الله وإفراده بالعبادة وأنه المستحق للعبادة وحده دون سواه، وأنه سبحانه هو خالق الأسباب والمسببات، والبشر ليس عندهم إلا الأسباب، فيجب توحيد الله. وفي هذا أيضاً إقرار بالبعث وعقيدة البعث، فالذي ينبت الأرض ينبت الخلق ويخرجهم، وهو الباعث لهم سبحانه وتعالى في اليوم الآخر. وهذا كله من دلائل وحدانية الله، فليلتجئ العباد إلى الله. وليس لهم عن الله طرفة عين، لا يمكن أن يستغني المخلوق عن الخالق في أي أمر من أموره، فمدبر الكون هو الله. فما أحرانا أن نوحده وأن نخلص الدين له وأن نفرده بالعبادة وأن نلتجئ إليه سبحانه. واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. الحديث، حديث في مواقيت صلاة الفجر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر بغلس، والغلس هو دخول أول وقت الفجر مع بقاء الليل، مع بقاء الليل، لكن وقت الفجر قد دخل. ويقابل الغلس، يقابل الغلس الإسفار. الإسفار هو النوع الثاني والمذهب الثاني في صلاة الفجر، وهو مذهب الحنفية رحم الله علماء الإسلام جميعا. الإسفار معناه أنه يصلي في وقت بزوغ الضوء، يسفر. الجمهور على أن وقت الفجر يأتي بغلس، يعني بأول الوقت مع بقاء الليل، لكن دخول وقت الفجر. فما حكم الأذان قبل التغليس، قبل الوقت، وقت الفجر الذي هو بداية الغلس، طلوع الفجر، طلوع الفجر الصادق؟ أما الأذان الثاني الذي هو أذان دخول الوقت فلا يكون إلا مع دخول الوقت، الأذان الثاني، لأن الفجر له أذانان، الفجر الأول، أذان الفجر الأول وأذان الفجر الثاني. أذان الفجر الثاني هو المعتمد، بمعنى الذي ينبني عليه حكم صلاة الفجر، وينبني عليه الإمساك للصيام، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ما حكم إذن الأذان الأول؟ هل يكون قبل الوقت أو لا بد من أن يكون في الوقت؟ ورد في هذا أدلة، منها حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. إن بلالا يؤذن بليل، قد اختلف أهل العلم هل يؤذن بليل يعني الأذان الأول، أو أنه يؤذن في بداية الوقت. ولهذا قال
فكلوا وكلوا فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان في رواية أخرى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبح، لأنه رجل كفيف أعمى. فإذا هذا مع تحقق دخول الوقت، وأنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر، هذا عندنا حديث. وعندنا حديث آخر وهو حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن بلالاً أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي، لأنه أذن قبل الفجر، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يرجع فينادي: ألا إن العبد نام، ألا إن العبد نام، يعني نام فأذن قبل الوقت. هذان حديثان ظاهرهما التعارض، ولهذا اختلف أهل العلم الفقهاء رحمهم الله في حكم الأذان الأول، هل هو في أول الوقت أو قبل دخول الوقت، مع اتفاقهم وإجماعهم على أن الأذان الثاني الذي تتحقق فيه دخول صلاة الفجر والإمساك في الصيام سواء كان فرضاً أو نفلاً أنه هو الأذان الثاني، لكن الأذان اللي قبل الوقت، مثلاً الأذان قبل أذان الفجر بساعة، هذا في الحرمين وفي بعض الأمصار والبلدان يؤذنون الأذان الأول، كأن فيه تهيئة للناس، اللي نايم يقوم يستعد، اللي بيقوم الليل، اللي بيصوم يتسحر، وهكذا. اختلف أهل العلم رحمهم الله في الأذان الأول قبل دخول وقت الفجر، فذهب جمهور أهل العلم من الفقهاء على أنه يجوز الأذان قبل وقت الفجر، يجوز الأذان لصلاة الفجر الأذان الأول قبل وقتها، وإليه ذهب المالكية، وذهب إليه الشافعية، وذهب إليه عبد الله بن المبارك والأوزاعي وتلميذ أبي حنيفة أبو يوسف وأبو ثور، وهو مذهب الحنابلة، وإسحاق ابن راهوية، وداود ابن علي الظاهري، جمهور أهل العلم على أنه يجوز الأذان قبل الوقت. وش دليلكم؟ دليلنا حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين، قالت: كان بلال يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بليل معناه قبل الوقت، بليل لا زال الليل موجودا قبل الوقت، كأنه قبل الوقت بنصف ساعة أو بساعة أو أقل، لأنه في رواية مسلم قال: كم بينهما؟ قال: 60 آية، بقدر ما يقدر يقرأ الإنسان 60 آية أيضا قراءة مترسلة مرتلة، هذا يمكن يأخذ يعني ربع ساعة ثلث ساعة على اختلاف الناس، إلى نصف ساعة أو أقل أو أكثر. إن بلالا يؤذن بليل يعني قبل الوقت، لأن الليل ليس مكانا لدخول الوقت، وإنما دخول الوقت الصحيح دخول الفجر الصادق، خروج النهار مع بقاء شيء من الليل، ولهذا يسمى الغلس. هذا حديث الجمهور وهو حديث صحيح وفيصل. بلال عند النبي عليه الصلاة والسلام مؤذنان، بلال هذا يؤذن الأذان الأول، وابن أم مكتوم يؤذن الأذان الثاني إذا دخل الوقت حتى يمسك الناس ويدخل وقت صلاة الفجر. كلوا واشربوا ما دام بلال يؤذن، يعني لا زلتم أنتم في الوقت حتى يؤذن ابن أم مكتوم.
لأن ابن مكتوم لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، يعني طلع الفجر فيؤذن رضي الله عنه. هذا من أدلة الجمهور، بل أكبر أدلتهم على جواز الأذان للفجر الأول قبل دخول وقت الفجر الثاني. هذا دليله. دليل الثاني دليل عقلي. قالوا إذا قلنا إن الأفضل التغليس، الأفضل التغليس يعني صلاة الصبح بغلس من الليل، هذا عندهم يؤكد تقديم الأذان، لأن الناس في هذه الحالة نيام، لأنه لازلنا في أول الوقت، فيؤذن قبل الوقت ليستعد الناس فهم نائمون للتأهب لوقت الصلاة، فيمكنهم إيقاع الصلاة في أول وقتها، ولا يمكن أن يوقعوها بغلس في أول وقتها قبل أن يقوموا قبل ذلك، وهو الاستعداد بالأذان الأول. هذا دليل من النظر أيضا قوي، فيمكنهم إيقاع الصلاة أول الوقت وتحصل فضيلة التغليس، ويحصل منهم الاستعداد للصلاة بالوضوء بالغسل بالصلاة من الليل إلى ما إلى ذلك، إلى الاستعداد أيضا للصيام لمن أراد أن يتسحر. القول الثاني أنه لا يشرع الأذان الأول، بل يكتفى بالأذان الأخير اللي هو الأذان الذي من خلاله يدخل الوقت وقت الفجر، وهو الأذان الثاني، لأن الأذان الأول قالوا كان قبل الوقت، وما كان قبل الوقت فلا يعتد به. وإليه ذهب الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومحمد بن الحسن من تلاميذه، وهو قول الإمام سفيان الثوري. لماذا؟ دليلهم حديث ابن عمر إن بلال أذن قبل الفجر فأمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعود ويرجع ويقول للناس إني نمت، ألا إن العبد نام، يعني لا تعتدوا بأذانه. قالها رضي الله عنه ثلاثا. ولاحظوا القائلون بهذا القول يرون الإسفار، يرون أن وقت الفجر الإسفار، فإذا كان الإسفار يمديهم، لا حاجة إلى أنه يغلس أو يؤذن قبل الوقت، لأنه يؤخر الفجر إلى الإسفار وهو آخر وقتها، فإذا عنده وقت ليتهيأ فلا حاجة للأذان الأول. أما الجمهور وهم يرون التغليس ففي حاجة إلى الأذان الأول. طيب ماذا رد الجمهور عن قول الحنفية؟ إيش قالوا من باب الحوار العلمي؟ قالوا إن حديث بلال ألا إن العبد نام حديث ضعيف لا يصح، فلهذا يقوى حديث عائشة وهو جواز الأذانين بلال وابن أم مكتوم، وأن بلال كان يؤذن بليل، وهنا كون النبي عليه الصلاة والسلام أمره أن يرجع فيقول ألا إن العبد نام حديث لا يصح. لماذا؟ ضعفه أبو داود في سننه، والشافعي وعلي بن المديني ومحمد بن يحيى والترمذي وأبو حاتم الرازي وأبو بكر الأثرم والدارقطني في سننه والبيهقي في السنن وغيرهم، كل هؤلاء وهم من جهابذة الحديث قالوا إن حديث ألا إن العبد نام لا يصح. وبالتالي نعود إلى حديث عائشة وهو الحديث الصحيح في إثبات الأذانين، الأذان الأول قبل الوقت والأذان الثاني مع دخول الوقت. وإذا كان ضعيفا حديث ابن عمر الذي هو حديث بلال ألا إن العبد نام، فلا يقوى على رد حديث في الصحيحين في قوة درجات الصحة، وهو الذي عليه جمهور أهل العلم.
هب أننا صححنا، هب إن حديث ألا إن العبد نام حديث صحيح كما ذهب إليه بعض المحدثين فإنه معارض، معارض بحديث عائشة رضي الله عنها. وعند المعارضة تعارض الدليلين في السند يؤخذ بأصحهما سندا، واضح؟ هذه من قواعد الترجيح. الإمام الخطابي رحمه الله يقول يشبه أن يكون هذا فيما تقدم من أول زمان الهجرة، فإن الثابت عن بلال رضي الله عنه أنه كان يؤذن في آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤذن بليل في آخر الأيام مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يؤذن بعده ابن أم مكتوم، فدل هذا على أن آخر الأمر في شأن بلال أنه يؤذن الأذان الأول. ومن أوجه الترجيح أيضا أن العمل على خلافه، أن العمل بالأذان الأول على خلاف حديث بلال ألا إن العبد نام، فهذا يؤكد على عدم صحته، وأن العمل على حديث عائشة أنه رضي الله عنه يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وهو الذي عليه العمل الناس، عمل الناس اليوم في الحرمين وفي كثير من الأقطار والأمصار. فإذا الراجح قول جمهور أهل العلم في جواز الأذانين، وأنه يجوز أن يكون الأذان الأول للفجر قبل الوقت، فهو المترجح والعلم عند الله تعالى. ما هي أوجه الترجيح؟ أوجه الترجيح النص الصحيح الصريح، وهو حديث عائشة رضي الله عنها إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. بوب البخاري في صحيحه بابا عليه وسماه أو وسمه بباب الأذان قبل الفجر، واستدل بحديث عائشة رضي الله عنها. وبوب الترمذي في سننه بابا رقمه بما جاء في الأذان بالليل، وبوب ابن خزيمة في صحيحه فقال باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر، وهذا كله يؤكد صحة حديث عائشة وجواز الأذان الأول في الليل قبل دخول وقت الفجر. ومن أوجه ترجيحه أنه يكون قبل التغليس، والتغليس هو الأفضل، وهو فضيلة ورغبة، يتطلب أن يكون الأذان إذا كان في أول الليل التغليس، أن يكون الأذان الأول قبله، قبله إن بلالا يؤذن بليل حتى يستعد الناس للصلاة للسحور لما يتطلبه الأمر. أيضا من أوجه ترجيحه جريان العمل به، والعمل على خلاف حديث ابن عمر ألا إن العبد نام، وقد احتج الإمام الشافعي وهذا من فقهه رحمه الله بفعل أهل الحرمين. قال الشافعي رحمه الله وهو فعل أهل الحرمين فهو أولى بالقبول. انظر إلى ثقة العلماء بالحرمين وما عليه العمل بالحرمين، ولله الحمد والمنة أن العمل بالحرمين على وفق مقتضى السنة، فهذا بفضل الله تبارك وتعالى. وروى الإمام أحمد ابن حنبل عن شعيب بن حرب قال قلت لمالك بن أنس أليس قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يعيد الأذان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، شوف لما سأل شعيب بن حرب مالك بن أنس فيما رواه الإمام أحمد عن شعيب بن حرب، حينما سأل الإمام مالك
قال للإمام مالك: أوليس قد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بلالاً أن يعيد الأذان؟ اكتفى الإمام مالك رحمه الله بأن أعاد عليه حديث عائشة، أعاد عليه لما استدل بالحديث الآخر، أعاد عليه الحديث الذي هو أصح منه، قال: إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال مالك رحمه الله: أليس قد أمر أن يعيد الأذان؟ قال مالك: لا، لم يزل الأذان عندنا بليل، لم يزل الأذان عندنا بليل. عندنا وين؟ في المدينة، في المدينة، لأنه فعل الحرمين، والإمام مالك إمام دار الهجرة وهي المدينة النبوية. ولهذا لما قدم أبو يوسف وهو ممن يرى القول الثاني وهو عدم جواز الأذان قبل الوقت، رجع إلى عمل أهل المدينة، وهذا من فقهه رحمه الله. وكان يقول أبو حنيفة، وكان يقول طبعا بقول أبي حنيفة، ثم لما ذهب إلى المدينة ورأى عمل الحرمين وشاهدهم يؤذنون لصلاة الصبح قبل وقتها، أخذ برأي الإمام مالك في هذه المسألة. وهذا من فقه الأئمة رحمهم الله، أنه إذا صح الحديث فهو مذهبهم جميعا ويرجعون إليه، وهذا أيضا من أدب الخلاف. قال الإمام الشافعي رحمه الله: ولم يزل المؤذنون عندنا يؤذنون لكل صلاة بعد دخول وقتها إلا الفجر، فإنهم يؤذنون أذانين قبل الفجر وعند دخول وقت الفجر. هذا ما تيسر إراده، سائلين الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه، إنه جواد كريم، وأن يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن يحقن دماءهم، وأن يوفقهم لصلاح أمور دينهم ودنياهم وآخرتهم، إنه جواد كريم، وأن يوفق ولاة أمرنا وولاة أمر المسلمين، وأن يبسط الأمان والأمن على بلاد المسلمين جميعا، إنه خير مسؤول وأكرم مأمول. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.